عادي هون اقعد. انا معون معنا اقعد. شو هلا شو حنصور؟ ولا شيء، هيك مجموعه اسئله لا بتعرف وهيك نتنمر على بعض شوي نفتح بعض. أنا صراحة بروح وبعمل تمارين تنفس، وإذا في شجر بالست بعمل عناق مع شجرة ونتواصل طبيعياً وروحياً وبرجع على لا في علاقة مع الطبيعة صراحة. وأنت؟ أنا صراحة الموسيقى بتساعدني وشفتك أنت كمان بدلك. أنا تحت التخت. أنا ما شفتك. حضر شخصي تحت التخت. كيف يعني؟ يعني بمكان مظلم هيك بقعد لحالي تحت التخت. اكيد انه بقعد لحالي هيك بالطبيعه في مكان مظلم بصفن شوي بحضر ارواح فعلا. شو يعني انا هادي بعرف من قبل بعرف هو شو بس استاذ محمد الاحمد كنت بركب قول او غرور أو إنه هو ما بده يطلع من الشخصية فهيك. إيه أنا ما بحب أطلع من الشخصية. آخذ سبيس كان شوي. في شخص ما بيبتسم كل السنة بس لما يبتسم أسمى الابتسامة. فأنا بحب هذا النوع أنواع من الأشخاص صراحة. يعني إحنا كنا نروح على أساس مثلاً التصوير لنقول بهذا اللوكيشن 5 ساعات. نبقى مثلاً 6 ساعات وسبع ساعات وثمان ساعات. هو التصوير يعني فيه كتير هيك أحياناً بيصير فيه اضطرابات وأصوات والناس يعني بتخاف أصوات يعني تعذيب وقصص. فأي أكيد بكذا محل. إحنا أنا بتذكر مرة أنتوا ما كنتوا معي بأحد المشاهد. إيه ركضنا يعني إحنا والكرو كله كنا عم نركض. تركنا الكرفانات وركضنا. صارت معنا. شو هون بهذا المسلسل؟ بهذا المسلسل. ايه انا صارت معي شخصيا. انا بتذكر مشهد راس السنه كان مفروض يكون ليلي صار نهاري مثلا. وعملنا انه السهره طولت وصارت صباحي يعني فقلنا يلا. قلبت الساعه بالنهار؟ ايه والله. قد ما طولته بالنهار. حرام صاحبت البيت قالت لي هي انا مش بحب المسلسلات وهلا اجرت بيتي للمسلسل. بالاخير طلعوا برا؟ اخر شيء بعد شي 6 ساعات تعرف كيف الناس عم تدعس من بيتها وش 50 شخص من البيت وهي عم تاكل اخيرا شو عم نقول؟ لا ايه ما لانه حلوه انا بحبها بحس فيها كبرليه وكيف فيها هيك. لا بس يعني بس غلط سوري غلط. لا صح. كم مره نظرتك انا؟ انت تنطرني طبعا. مرتين نظرتك. مستحيل ما بنطر حدا. انا دائما انست على الوقت. طيب خلص بدهم يفتروا علي. شو بقى انا اكثر حدا متاخر على الست. منيح يلا. ايه ماما. لا بالتصوير. لا ما راح اتغدى بالبيت. لا تيجي في كرسي رابع مجيب. لا بسلم عليك. ايه محمد الاحمد هون بسلم عليك. وليد كوري. لا بالتصوير هذا بالاسم. لا احنا عن جد بالتصوير. شو طابخه اليوم ماما؟ فت الحمام خلص. وين كنا؟ كنا بشيء كثير مهم. كنا عند الماما. لا خلص عن جد اكثر حدا بيتاخر على السيت انا برايي كان وسام فارس. وسام فارس حيصير في عدائية بيناتكم. هيكرهني. أنا بنسى واهم يعني أستاذ محمد الأحمد واهم ما مش يعني ما يعني غير نص يمكن كمان. واهم يعني شو ابن خالتي واهم أنا انه واهم عم تحكي. طب غلط انه غلط او صح اللي عم بقوله؟ هلا بدك الحقيقه؟ لا صح اللي عم تقولي بس بالاذن بلا مقاطعه.
ايه ماما هو هيك بالتصوير قلت لك بالتصوير ماما كل 5 دقايق لازم تصلي طيب خلص لا لا خلص بلا حلفين خلص صار صار بدك ناخذ سيلفي يلا يلا فعلي والمخرج يلا سلام طيب يلا حياتي باي باي يلا معزومين على الغداء وفورا يلا 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 يرضى عليكم بالاذن بس مخرج في جوع صراحه يلا باي وراجعين تفضل يلا مخرج معزوم شو عامل بالبخيه؟ كوسه هلا بوصل كوسه بس قبل ما ننسى احضرونا على ستارز بلاي نشوفكم على ستارز بلاي وما تخزونا بس مضطرين نفل يا الى اللقاء باي